بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الدرس السابق، موضوع التعامل مع مصفوفتين من أحجام مختلفة في نفس الوقت. طيب، خلونا نتبع الكود اللي عندنا هنا ونشوف كيف يعمل الكود. طيب، طبعا السطر الأول راح يسوينا الأري هذه، فما في أي شيء. الآن نبدأ باللوب هذه، عندنا الآي بصفر، فخلنا نضع، خلنا أول شيء نشطب على هذه، خلاص أننا نعرف أن انتهينا منها. الآن نضع الآي بصفر، فهذه الآي هنا قيمتها صفر، والآي أصغر من 4 اللي هو حجم الأري هذه آي بلس بلس. بعد كذا نضع الصم صفر، فهذا هو الصم عندنا هنا قيمته صفر، فصفرنا الآن الصم. نبغى نجمع فقط الثلاث عناصر الأولى اللي عندنا هنا. نجي الآن نبدأ باللوب الجديدة اللي جوا هنا، ويكون الجي يبدأ من صفر، هذا هو الجي. طبعا ما راح أشطب على هذه لأن راح نرجع لها مرة ثانية لما نجي اللوب من جديد، فنحتاج الجزء هذا، فما راح أشطب عليه. فإذن في اللوب الصغيرة هذه عندي الآن، وش يقول لي الآن؟ يقول لي الصم المجموع، زين، لا أنا أبغى أجمع العنصر الصفر واحد واثنين، عناصر الثلاثة هذه. يقول المجموع، زين، يساوي المجموع السابق اللي هو صفر زد عليه الرينفول أوف ثلاثة في آي زائدا جي. هي نفس العلاقة اللي عندي هنا، المرة الأولى راح تكون 3 في i بصفر زائدا j بصفر، فتطلع لنا هنا صفر. فإذا نروح rainfall of zero، فهذا rainfall of zero العنصر الأول اللي عندنا هنا، أو العنصر الاندكس حقه zero في rainfall، زين، راح ناخذ العنصر هذا ونضيفه على الصم، فيطلع لنا الآن الصم ب 1. قيمة الصم الجديدة هي 1.2، خليني أكتبها هنا 1.2. بعد كذا تزيد الجي قيمتها بواحد، فنجي نمسح هنا قيمة الجي ونضع واحد. ثم مرة ثانية نجي نحسب الصم، نضيف على قيمة الصم القديمة اللي 1.2، نضيف على rainfall of 3 في i زائدا j، زين، 3 في i زائدا j اللي هو 3 في 0 زائدا 1 اللي هو هنا عندنا، زين. فإذا راح تطلع لنا هنا واحد، مضبوط، 3 في 0 زائد 1. فهنا نجي نقول 3 في 0 زائد 1 اللي هي 1، اللي هو العنصر الثاني في المصفوفة اللي الاندكس حقه 1 في rainfall، نبغى ناخذ قيمته ونجمعها على الصم، زين، فيطلع لنا المجموع عبارة عن 3.6، فنكتب المجموع الجديد 3.6. بعد كذا الآن مرة ثانية تزيد عداد الجي بواحد. لاحظ إنه الآي ثابت واللوب الكبيرة ثابتة، زين، زي ما قلنا اللوب الكبيرة فقط تمشي على العناصر هذه، بينما اللوب الصغيرة تمشي على كل ثلاث عناصر من الرينفول. فهنا راح يكون عداد الجي هنا باثنين، كانت قيمته بواحد الآن صارت قيمته باثنين، فنجي 3 في 2 زائدا 3 في 0 زائدا 2، فتعطينا القيمة 2. فإذا هنا القيمة عندنا راح تكون 2، مضبوط، راح تكون 2. فإذا rainfall of 2 اللي هو العنصر هذا اللي هو قيمته صفر راح نجمعه على الصم، فيطلع لنا الصم ثابت، زين. الآن راح نزيد قيمة الجي مرة ثانية بحيث تطلع القيمة تساوي 3، زين، وطبعا القيمة 3 راح تطلعنا برا اللوب، وننتقل إلى تنفيذ السطر الأخير اللي عندنا هنا. لاحظ الآن أننا سوينا ثلاث عمليات أكسس لرينفول، سوينا أكسس للعنصر هذا، زين، العنصر هذا، سوينا أكسس للعنصر هذا، سوينا أكسس للعنصر هذا، ثم بعد ذلك بعد ما انتهينا من الأكسس للثلاث عناصر هذولا، الآن راح نسوي أكسس للعنصر هذا. زي ما انت شايف هنا عندنا quarter average of i، i بزيرو، فإذا quarter average of zero يساوي sum على 3 اللي 3.6 تقسيم 3 تطلع لنا 1.2، وأنا طبعا حاسبها من قبل يعني، فراح تطلع 1.2. إذن عبينا الآن الجزء العنصر الأول 1.2، إذن قيمة متوسط هطول الأمطار في فصل الشتاء بناء على المدخلات اللي يدخلها المستخدم هنا راح يكون متوسط الثلاثة هذه 1.2. خلينا نشوف الآن لما تدور الدورة الكبيرة هذه، لما تدور دورة ثانية اللوب هذه،
زين، فراح نشيل قيمة الآي عندنا هنا تضع بصير الآي بواحد، وبما أن إلى الآن ما تعدينا الأربعة فراح ندخل في الدورة الكبيرة. الآن مرة ثانية نرجع نصفر الصم من جديد، إذا الآن مرة أخرى راح نصفر الصم من جديد ونضع الصم أو المجموع يساوي صفر، ثم بعد ذلك نبدأ مرة أخرى باللوب الصغيرة. إذن جزء أساسي من فهم المثال هذا وفهم التعامل مع مصفوفتين بحجمين مختلفين إنك تفهم كيف تسوي نستد لوبس، لوب في وسط لوب، وسبق أن أعطينا أمثلة على الموضوع هذا. طيب الآن الجي زين، الجي راح مرة ثانية تبدأ من جديد، بدلا ما هي ثلاثة راح تبدأ من جديد بصفر. زين راح تبدأ الجي من جديد بصفر. راح نجي هنا الآن نقول rainfall تساوي 3 في i زائدا j، 3 في 1 3 الi بواحد، زين 3 في 1 3 زائدا صفر فتعطينا 3، إذن هنا راح تكون 3. الآن راح ندخل على العنصر هذا اللي هو العنصر 3. لاحظ أنه الآن في الدورة الجديدة لما صارت الi بواحد راح يكون تعاملنا مع الثلاث عناصر اللي عندي هنا، زين الثلاث عناصر هذه زي ما قلت لك انه الدوره الكبيره هذه اللوب الكبيره هذه راح تمشينا ثلاث عناصر اللي هي الاسهم الكبيره هذه، بعدين اللوب الصغيره اللي جواها راح تمشينا عنصر عنصر من الثلاث. زين وكيف نمشي عنصر عنصر من الثلاث؟ لازم نستخدم معادله زي المعادله اللي عندنا هنا، لانه العداد الجي راح كل مره يتصفر من جديد بينما الاندكس ما راح يتصفر، الاندكس ماشي 3 4 5 6 7 8 نبغى احنا نولد العدد 6 من الاي والجي باستخدام الاي والجي، هذه هي الفكره. فكيف نولد العدد مثلا 3 باستخدام الاي والجي؟ نقول 3 في اي زائدا جي، مضبوط، وتضبط معنا معادله. طبعا ممكن في حلول ثانيه يعني مثال، مو هذا هو الحل الوحيد لكن هذا احد الحلول. طيب تقريبا يعني هي الفكرة الرئيسية في الحل هنا، كيف أو أحد الأفكار الرئيسية في الحل، غير أنه لازم تستخدم nested loops، أنك لازم تستخدم معادلة حتى أنك توجد الاندكس حق الاليمنت أو العنصر اللي تبغى تسوي له access، ما يعني ما تستخدم بكل بساطة i أو j زي ما شفنا في مواضيع سابقة، أو مثلا شفنا في مثل الشيفت مثلا شفنا i ناقص 1 زين، المعادلة بسيطة، هنا معادلة أكثر تعقيد شوي من المعادلة اللي شفناها سابقا. زين فإذا هنا العنصر 3 راح ندخل العنصر 3 اللي هو 3.2 ونضع في الصم هنا 3.2، نمسح قيمة الصم اللي موجودة عندنا ونضع 3.2، ثم بعد كذا ندور الجي تصبح قيمتها بواحد، زين الجي هنا صفر تصبح قيمتها بواحد، نشيل هنا نقول القيمة بواحد، والإندكس الجديد اللي يطلع عندنا هو 3 في 1 زائدا 1 اللي 3 في 1 بثلاثة زائدا 1 يساوي 4. إذن الإندكس الجديد اللي عندنا نقدر نقول هنا عندنا 4، فنبغى rainfall في 4 اللي هو العنصر هذا، هذا هو العنصر الجديد، ونجي ناخذ قيمته ونضيفها على القيمة السابقة اللي موجودة في صم، ويطلع لنا المجموع 10 11 يطلع لنا المجموع. طيب نجي هنا نقول المجموع هو 11، المجموع عندنا هنا هو 11، وهكذا نستمر في الدورة. أرجو أن تكون الفكرة واضحة. إذا مرة ثانية الفكرة بشكل عام تبغى تسوي access two loops في نفس الوقت مع بعض in parallel بالتوازي، زين تبغى تسوي تتعامل مع two arrays ليس two loops، مع two arrays مصفوفتين بالتوازي in parallel، ولكن حجم المصفوفتين هذولي مختلف، ففي هذه الحالة تحتاج انك تتلاعب بالindices، تحتاج انك طبعا راح نستخدم loops هنا، فتحتاج إلى لوب في وسط لوب، زين واحدة من اللوبس تمشي على الأري الصغيرة واللوب الثاني تمشي على الأري الكبيرة. طبعا لاحظ أنه
من الملاحظات اللي عندك هنا أنه حجم الأري الكبيرة يقبل القسمة على حجم الأري الصغيرة. يعني هنا نستطيع أن لكل عنصر نمشي ثلاثة، لكن أفرض أن الأري الكبيرة أو الأري هذه أنها مثلا 13 عنصر أو 14 عنصر، هنا راح تكون مشكلة، راح يكون الوضع أكثر تعقيد، ولكن له حل، وممكن أنت أنك تجرب أنك تحله. يعني راح يكون عندك بعض السبيشال كيسز، أو ممكن أنك تمشي على مثلا أول 12 عنصر في الأري، بعد كذا تنتقل تخلي يعني تخلي عندك اللوبز هذه تمشي على أول 12 عنصر في الأري، وبعد كذا شو اسمه تضع يعني شيء جديد أو تعامل جديد مع العناصر الباقية اللي ما مشت مع هذه، أو أنك تستخدم فكرة ثانية للتعامل مع تولوبز. المهم هنا أنك ممكن أنك تستخدم mathematical expression هنا يعتمد على two counters وليس counter واحد، على counterين هنا في nested loops، حتى أنك تدخل على عناصر في array معينة، وهذه والفكرة حتى أنك تعرف كيف تستخدم two counters، تحاول أنك توجد العلاقة بين الكاونترز هذولا بالطريقة هذه.